يوصل صندوق العمل تمكين جهوده الرامية إلى الدفع بالشباب البحريني نحو الإبداع من خلال تنمية أعمالهم الخاصة في مختلف المجالات، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحرينية. نعم، فمشروع أرتيزانا هو أحد المشاريع الرائدة الذي يحتضن مواهب الشباب من خلال إطلاق معرض رمضاني يقدم التصاميم البحرينية الممزوجة بروح التراث البحريني الأصيل. قطع حصرية صممت بأيد بحرينية بلمسات عصرية ممزوجة بروح التراث البحريني الأصيل، يحتضنها مشروع أرتيزانا ويقدمها للجمهور بدعم من تمكين، والذي يدفع بالشباب إلى تطوير أعمالهم والقدرة على الوصول إلى السوق المحلية وتعريف الجمهور بأعمالهم. طبعاً إحنا في تمكين ندعم جميع القطاعات الاقتصادية، منها القطاع الإبداعي. معرض جداً رائع، جداً جميل، المشاركين كلهم الحلو فينا المشاركين كلهم بحرينيين، شباب بحرينيين يعرضون منتجاتهم، أشغال يدوية، يعطيهم فرص أنهم يبرزون عملهم، وشفنا الكثير من الناس موجودة في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبارك. في هذا المعرض الرمضاني طرحت المصممات البحرينيات جملة من التصاميم والأزياء التراثية المبتكرة والمنتجات المصنعة يدويا، إلى جانب الإكسسوارات والمجوهرات المصممة محليا. مشاركتي في هالمعارض وايد مهمة كرائدة أعمال بحرينية، بحيث أن أعرف الزوار على منتجاتي البحرينية اللي تصنع في البحرين وتصاغ حتى في البحرين، خصوصا في مواسم العيد ورمضان. وايد مهم أن احنا يعني هذه موسم حق الذهب البحريني، وهو الذهب البحريني طبعا تراث، بس ان هاي المواسم فيها تزيد اللي هي الرغبه في شراء الذهب البحريني. اليوم انا شاركه في معرض كشخه العيد، معاي براند باي وافس. مثل هذه المعارض يدعمني كمصممه بحرينيه ويسهل علي وعلى الزبائن الوصول لنا بكل سهوله واريحيه. هذه المعارض تدعم كل بحرينيه للوصول الى العالميه، وانا سعيده اليوم مشاركتي في مثل هذا المعرض في أرتيزانا بلس 73. فعلا انا صراحه جدا سعيده اليوم بهالمعرض، لان الصراحه اللي شفناه من انتاج البحرينيات شيء مشرف وراقي، والله احلى من الماركات بعد. والبنات يعني اللي مصممين هالازياء يعني مو مثلا هم كل مناسبه يبذلون جهد، يعني مثلا حق رمضان مناسبات يعني ما تتعطلين. الحين في البحرين ما شاء الله عليهم، وهذا خاصه أرتيزانا وايد جدا ذوق رفيع، يعني كلهم ما شاء الله بنات راقيات وذوقهم راقي. هذا المشروع والذي يحتضن الشباب ورواد الأعمال البحرينيين أصبح حلقة وصل بين رواد الأعمال والجمهور، ويسلط الضوء على إبداعاتهم ويفتح الباب أمامهم للدخول إلى السوق المحلية. تصاميم عصرية جسدتها أنامل البحرينية، فاحتضنها هذا المعرض الرمضاني والذي يمثل فرصة تسويقية رائعة للمصممات البحرينيات ليقدمن تصاميمهن لمحبي الأناقة والتي تحاكي آخر صيحات الموضة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.